زحمة كثير، سيارات كثيرة، مواتير أكثر، والمعاناة مستمرة. وين ما رحت زحمة، بدك تروح على مكان زحمة، سيارات، بدك تروح على السوق، يعني معاناتنا مستمرة. وأنا جاي مثلا، أنا جاي على مشفى المحافظة، اضطريت أركن سيارتي عند صالة التنمية، عند التنمية صالة التجزئة. والمشوار اللي كان بده ربع ساعة، هلا يعني على بدك ساعة بسبب الزحمة وسبب السيارات الكثيرة. صار في كثافة سكانية وعدد سكان كبير وعدد سيارات كثير، يعني زحمة كثير كبيرة. أحيانا بتعاني، بتضل بيجي ساعتين ثلاثة ما بتلاقي محل تصف سيارتك. إذا واحد بده معه موتور أحيانا بتلبك فيه وين بده يروح من الزحمة. أنا إذا ما جيت من بعد صلاة الصبح لوقف وترزق الله ما بلاقي محل. يعني إذا بنزل الساعة 8 بعد 8 9 10 ما بلاقي محل، بدي دور افتل فتلة فتلتين ثلاثة لحتى لاقي لي محل صف سيارتي واجي اشتغل. من أهم هذه المشاكل التي تعاني منها حركة المرور في مدينة إدلب كان الازدحام المروري الموجود في المدينة نتيجة الكثافة والعدد الهائل من السيارات وعدم تأهيل مدينة إدلب سابقا ولا لاحقا حاليا كطرق من أجل أن تستوعب هذا العدد والكم الهائل من تدفق السيارات، وخاصة أن مدينة إدلب لا يخفى عليكم أن فيها المؤسسات الرسمية، مما يجعل تدفق السكان وتدفق الأهالي إليها من أجل إنجاز معاملاتهم خلال أوقات الدوام يكون تدفق كبير. وإن الشوارع الموجودة في إدلب لا يمكنها أن تستوعب هذا الأمر، وذلك كون أنه مدينة إدلب فيها فقط كورنيش داخلي وكان غير مجهز سابقا، تم تجهيزه حاليا بوضع منصفات وتقسيم الطريق إلى مسالك ذهاب وإياب من أجل تنظيم هذه الحركة. وكان من أهم النتائج أو الإنجازات التي قامت فيها إدارة المرور بعد دراستها المشكلة توزيع العناصر على النقاط الأساسية وتوجيه الطرقات باتجاه مسير واحد مثل شارع الجلاء مثلا وبعض الشوارع الأخرى، وفتح الفتحات المهمة وأغلاق باقي الفتحات ومنع إشغال هذه الطرقات والأرصفة من قبل الباعة الجوالين إلى آخره، بالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية ومجلس البلدية، إضافة إلى لجنة السير التي اجتمعت وقررت في النهاية بتوجيهات سيد وزير الداخلية إلى إحداث إشارات الضوئية التي قامت بتنظيم الحركة المرورية ومنع التدفق المروري الكبير ومنع الاختلاق المروري وتسهيل حركته على الدورات والتقاطعات الرئيسية الموجودة في المدينة. ونلفت انتباهكم إلى سبب رئيسي أيضا، هو انتشار الفعاليات التجارية على الدورات والطرق الرئيسية في مدينة إدلب، وهذا الأمر الذي يؤدي إلى الازدحام المروري والاختناق نتيجة نزول الناس والسائقين من أجل تأمين حاجياتهم من هذه الفعاليات من أفران ومحلات ومطاعم إلى آخره.